هذه الطريقة الرابعة والأخيرة. نحن فينا نحل كل السيستمز على أول 3 طرق أخذناهم أو أي طريقة منحبها. هذه الطريقة الأخيرة اللي اسمها شانكينج ميثود أو جروبينج ميثود. فينا شو قصتها؟ هي قصة دامج، بندمج أول إكويشن بقلب تاني إكويشن أو تاني إكويشن بقلب أول إكويشن. كيف يعني؟ أنا لازم شوف مثلا إذا بطلع بتاني إكويشن لازم شوف بقلبها لتاني إكويشن، لازم شوف بقلبها موجود اول ايكويشن. شو يعني؟ يعني اول ايكويشن لازم شوفها بقلب تاني ايكويشن. مثل ما شايفين هون 3x هي عبارة عن 2x plus 1x، يعني 2x موجودة بقلب 3x، والواي موجودة بقلب الواي فبتكون هيدي فيني شوفها بقلب هاي اللي هون، الاولى فيني شوفها بقلب التاني. كيف يعني؟ بيجي بترك الاولى هي ذاتها 2x plus y equal 3، وبجزئ 3x بحط محلها شو ل 3x، بحط محلها شيء يكون بقلبه 2x، يعني 3x هي 2x plus 1x. رح اكتب اني هون 1x plus 2x، هيدي 3x مش هيك؟ والواي بترك هي ذاتها plus y، لانه الواي هي ذاتها موجوده فوق، equal شو 7. هلا مثلا ببلش انا بهاي اللي هون، مثل ما شايفين 2x plus y شو بحط محلها؟ هي 2x plus y شو بتساوي؟ 3. يعني هيدي بشيلها وبحط محلها 3. بنقول له عنا x plus 2x plus y equal 7، وهيدي حسب اول equation هي 3، يعني x plus 3 equal 7، يعني x equal 7 minus 3 يعني x equal 4. ماشي. هلأ مثل العادي substitute x equal 4 in شي واحدة منهم، مثلا بأول واحدة 2x plus y equal 3، يعني 2 ب 4 plus y equal 3، يعني 8 plus y equal 3، يعني y equal 3 minus 8 إذا كانش عنا خطأ بالكالكوليشن. ماشي الحال. أوكي therefore كمان أول شيء x 4 بيرجع minus 5 is the ordered pair solution of the given system. مش حال الشانكينج هيدي هيك. هلا هات لنشوف اذا فينا نحاول باول وحدة نلاقي تاني وحدة، يعني بدي اشوف التانية بقلب الاولى. كيف؟ خلي التانية تحت مثل ما هي 3x plus y equal 7، مثل ما هي 3x plus y equal 7 تركتها هي ذاتها. بدي العب باللي فوق، خلي بقلب اللي فوق يكون في 3x plus y. هلا plus y جاهزة، اللي plus y جاهزة، ما بدنا نلعب فيها للplus y. ماشي. بما عند 2x بدي اعمل بقلبها لل 2x، شو بدي اعمل؟ 3x. مش صعب، ما 2x هي 3x بس بدي نقص منها x، فبحط محل 2x انا شو 3x minus x. ماشي. هيدي شو 3x minus 2x، مش 2x هي ذاتها اللي فوق. بس شو عملت؟ عملت تكتيك صغير، خليت تاني equation بين باول equation، يعني 3x plus y بينت معي فوق. كيف هيها لك 3x plus y، 3x plus y اللي هي تحت بينت معي فوق. هلا 3x plus y اللي فوق شو بعمل فيها؟ بحط محلهم شو؟ 7. 3x plus y بتساوي 7، يعني هيدي 3x والy رح احط محلهم شو؟ 7. ماشي. رح اكتبها هون 3x minus x plus y equal 3، هيدي هي هاي اللي هون. 3x والy رح احط محلهم شو؟ 7. شو بضل عندي؟ بس minus x. هي رح اقربهم لحد بعض، 3x plus y minus x equal 3. هودي معي اياهم من تاني equation، ان هني 7 بحط محلهم 7، بضل عندي minus x equal 3، يعني minus x equal 3 minus 7 يعني minus x equal minus 4 يعني x equal 4. هيدي اول واحد. كمان منتابع مثل العادة substitute x equal 4 ان حي الله واحدة، مثلا نقول بهاي التاني 3x plus y equal 7، يعني 3 ب 4 plus y equal 7، يعني 12 plus y equal 7، يعني y equal 7 minus 12 يعني y equal minus 5. therefore 4 minus 5 is the ordered pair solution of the given system. ماشي. اوكي شوف، هذه اخر نوعية من الـ solving systems.